أول حاجة يعني إن شاء الله سيدتان تترأسان الجلسة الافتتاحية للبرلمان المصري على آخر شهر ديسمبر إن شاء الله، ودي أول خطوة للمرأة قدام 100 خطوة لقدام بالنسبة للبرلمان أو المصري، أول مرة أول مرة تكون في تاريخ المرأة البرلمان المصري. بتترأس افتتاح المهرجان طبعا البرلمان. السيدتان هما الدكتورة أمنة نصير أكبر أعضاء الأعضاء سنا وقيمة وقامة كبيرة، هي أستاذة الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وهي نجحت على قائمة في حب مصر، وأيضا أصغر برلمانية نهى الحملي وهي أصغرهم، وهي برضو كانت على قائمة في حب مصر، وإحنا شايفين الصورة، ونهى طبعا من بني سويف كمان، يعني نموذج أصغر واحدة عندها 31 سنة يا برنا. واحنا السنه دي كمان 87 عدد النساء في البرلمان، ودي اعلى نسبه تمثيل نسائي في تاريخ مصر. حاجه بجد جميله وبتوري ان الستات تقدر، يمكن تقدر احنا وإن شاء احسن الله اكتر نتمنى من أن نكون الرجاله كمان. كمان رئيسة البرلمان تكون يا سيدة إن رب شاء يا الله رب ان شاء بإذن الله. الله.